السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم حسام خالد من قناة معلومة مش معلومة. النهاردة هنتكلم عن مباراة الأرجنتين وفرنسا نهائي كأس العالم. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة ولايك للفيديو لو عجبك، ويلا نكمل الفيديو. طبعا احنا معاكم في بطولة كأس العالم وايه اللي بيحصل فيها وتوقعاتنا، وجه الوقت اللي هنتوقع للماتش الاخير، ماتش النهائي ما بين فرنسا والارجنتين. يا ترى مين اللي هيرفع اغلى كاس في كرة القدم، الارجنتين ولا فرنسا؟ بصراحة الارجنتين وفرنسا قدموا بطولة رائعة، والاتنين قدروا يكسبوا منتخبات تقيلة في طريقهم. طبعا الاتنين من وجهة نظري هينزلوا المباراة خايفين يهاجموا، خايفين يجسفوا ويسيبوا مناطق الدفاع بتاعتهم، خايفين يجي فيهم جون يربكهم في اول الماتش ويخليهم يلعبوا على طول ويتسرعوا في اللعب معاهم. سواء فرنسا والارجنتين الاتنين مش عايزين الماتش يخرج بره ايديهم، عايزين يكتروا الباص، عايزين يمسكوا نص الملعب، عايزين يبقى الكرة في رجلهم على طول، بس برضو ما يجزفوش ويروحوا المناطق المهاجمة. طبعا توقعات كلها بتقول احنا هنشوف ماتش ممتع وكده. طبعا الفريقين بيلعبوا كرة منظمة وبيعملوا هجمات حلوة جدا، بس انا توقعي ان الماتش ده بالذات في الفاينال هيبقى مختلف، هيبقى فرنسا حذرة شوية. طبعا الهجوم الارجنتين وكفاية ميسي، وفي نفس الوقت الارجنتين هتبقى خايفة جدا من مرتدات امبابي ومرتدات عامة فرنسا. لو تفتكر معايا كده 2018 ايه اللي حصل ما بين منتخب فرنسا والارجنتين، فرنسا قدرت تتجاوز الارجنتين بسهولة جدا، فرنسا قدرت تتجاوز الارجنتين بسهولة جدا بسبب السرعات. وفي الماتش ده امبابي قدر يعمل كل حاجة حرفيا. طبعا النهائي بيبقى ليه حسابات تانية، بيبقى ليه تقدير تاني، بيبقى ليه حاجات تانية خالص غير الماتشات العادية. طبعا لو قلنا ان فرنسا قدرت تجيب جون في اول نص ساعة او اول تلت ساعة، الارجنتين هتفضل ضغطة الماتش كله عشان تتعادل، وده هيسبب حاجتين، حاجة من الاتنين. اول حاجة ان دفاعات فرنسا كانت قوية جدا وشفناها قدام المغرب، المغرب كانت بتعمل كل حاجة في الكورة وللأسف ما ترجموهاش بأهداف. طب بالنسبة للمنتخب في الأرجنتين عندهم اللي يقدر يترجم الكور دي بأهداف، طبعا ميسي ده لا خلاف عليه. في الحالة دي ان فرنسا هتقدر تعمل مرتدات رهيبة على دفاع الأرجنتين، وما تنسوش من دفاع الأرجنتين مش أحسن حاجة، دفاع الأرجنتين يعتبر هو نقطة ضعف الأرجنتين، مفهومش حد سريع قوي، مفهومش حد يتعتمد عليه كقائد كده في الملعب، فدي هتبقى نقطة قوة كبيرة وسلاح كبير للمنتخب الفرنسي، المرتدات، وده سيناريو لو إن جه جون في الأرجنتين في أول الماتش. طب بالعكس لو الأرجنتين قدرت تجيب جون، إيه اللي ممكن يحصل؟ ممكن يحصل برضو للأسف الأرجنتين ما عندهاش النقطة الدفاعية البحتة، ما بتعرفش تدافع الماتش كله، بس هتلاقي متعة، هتلاقي هجمة هنا وهجمة هنا، لأن منتخب فرنسا هيبقى عايز يتعادل، هيطلع الوينجات بتاعته، هيمسك نص ملعب، بس الأرجنتين برضو هتمسك كورة وهتعمل لعب عليها، لأن فرنسا هتبقى فتح مساحات عشان تتعادل. توقعاتي ان الماتش مش هيبقى سهل، بس توقعاتي ان الماتش ممكن يوصل تعادل ويروح ضربات الجزاء، يبقى ساعتها الغالبية هتبقى للأرجنتين. وبقول كده لان حارس الأرجنتين هو يعتبر من احسن حراس المونديال، احتمال كبير ياخد احسن حارس في البطولة لو هم خدوا البطولة دي. ده كان توقعي، ولو انت ليك توقع تاني اكتبه لنا في الكومنت. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وتدعمنا بلايك وشير. سلام.